مريم حسين حورشة سمية مريم حسين الله يجزيك خير يا أختي يا مريم. أمين 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 أمين. هذا الفلوس $130 بارك الله فيك والله يجزيك خير. أمين. هذا الفلوس يجمع أصدقائها وأصحابها وهو مسؤول لهم الأجر إن شاء الله فينا. أمين. المشكلة يا أخي أنا من سوريا فأنا تصوت في الحرب وقطعت رجلي يا أخي بس لا أعلم من وين إجا هالضرب. وأنت مسكين وعندي أنا يتيم الوالد والوالدين أنا أخي يتيم الوالدين صحيح. وعندي خوات في سوريا موجودين يا أخي وما لنا غير الله يا أخوان. ما لا تطلب الناس ما لا تقول الناس. أقول اللي يريد يساعدنا بارك الله فيه. نحن السوريين هنا بأجمالهم السوريين كلهم بحاجة إلى مساعدة يعني. صحيح. ما عدي أنا شخص واحد ولا هن أما السوريين كلهم بحاجة والله يكون بعونهم أحسن شيء. وأنتوا تدرون السوريين إيش صار فيهم السوريين يعني إنه بحياتهم ما طلعوا بهيك شغلات يا أخوان بس هذا الأمر اللي استمر. أين عيالك أين أين؟ عياله في سوريا. هذا أشخاص من هو؟ هذول أشخاص أخوان سوريين. هذا هو اخوان هذا الصورات اخوان اينكم موجودين في سوريا. هذا هامات وهذا وهذا موجودين في سوريا. بارك الله فيك. وحال قلوا يا رمضانكي وحال الجو ولال او سوريان او لوكا قعن مريم حسين حورشة العق أول بقول يصدن إليح دولار أي صوت درتي بقول صدن إليح دولار وحان سيدة يركا سورياك إليح دولار والله طوري وحان سوي يرتي سدح بقول سدح بقول العق كم إذا أو بقول دولار وحان سيدنا وذات كان أو لوكا قوان أو لباتيسن وذات كان عاوي لمبركي سنواكا إذا على عدي وحو تري كرتو وطرع عنك سوات سوريا عيانتا أسودوين وحواي سو كل جود العق يرى العق تين اللهم هاي أنا دي العق خلت قاي واسين كرا دي العق هاي لك يعني وعاء ما لك سوى إمانا ولا عليا إلى وح وما هاي وح أي السيل اللي إمدين مرك عيد على عيد وح وهي اللي كرتو مساكين واي بريد كود بريد حين ويجوجان وسود ويسن سفيع وسود ويه بارك الله. هذا الفلوس لها مريم حسين حوشة أشخاص كثير يجمع ويتكون أصدقائها وأخواتها. هذا الفلوس بارك الله فيكم. آمين. الله يخلي لهم ولادهم يا أخوان. آمين. اللهم يرزقهم ثم مساعد في هذا الفلوس يا أخوان. كل من يساعد السوريين الله يخلي له أولادهم ويعطيهم على هونيتهم يا أخوان. آمين آمين آمين. حاجة إلى عملية وأجر. أجر بلاستيك. بلاستيك وراكي لقطة الجليلاي دتك ولعب وصدري كرا لقطة بلاستيك أو قشطرة ولا على شرفت له. كم مبلغ بلاستيك للرجل؟ يكلف 3500 دولار. مبلغ قصير. عاوي إن شاء الله وحيك عاوي كرتيك عاوي ولا لا شرفت له. ولكن علمي وقت قاركوت قارك السورية كحيرين أسيق عريان واي وحيد كتري كرتي إن شاء الله كترى. تعال تعال بشوف صار. ايه ولكن حلا خضر حسين ظاهر. ايه عيال كانوا وتا خضر كيف حالك اخي؟ الحمد لله والله بخير يا اخي. كيف حالكم؟ طيب طيب طيب. الله يجزيكم الخير يا اخي. ايه ما الذي حالك؟ والله يا اخي انا حالي والله تعبان يا اخي. صحيح. انا زوجتي في المستشفى يا اخي. صحيح. يعني انا كل يوم الثاني انا اخذها مستشفى. صحيح. والله العظيم يا اخوان امس اخر مره بالليل اخذتها مستشفى كلاكل. صحيح. وهذا مستشفى صومالي سوريا. اها. والله يا اخوان انا حالي تعبان. انا زوجتي الان لازم تنام في السرير ما يقارب الشهر حتى تتحسن حالتها، وهذا في التقرير مكتوب الحاله ممكن في خطر. يعني حالتها والله تعبانه يا اخوان. من اللي يخبر الناس بالخارج الصوماليين؟ ما لا تقول؟ أنا أقول لهم يا أخوان أسأل الله أن يفرج عليكم يا أخوان ساعدونا وعانا الله
وأعانكم إن شاء الله. أخي خضر حسين. نعم. امرأة موجود في الخارج وطن كندا يبحث أصدقائها هذا الفلوس مبلغ. والناي وتقول كل شخص سوريا تعدي $100 يرسلون 400 $36 بارك الله فهمت؟ وتقول كل شخص سوري ترى تعدي $100 الله يجزيها الخير هذا مريم حسين حورشة سمية مريم حسين الله يجزيك الخير يا أختي يا مريم أمين الله أمين يجزيك الخير. أمين بارك الله فيك أمين هذا الفلوس $130 بارك الله فيك والله أمين هذا الفلوس يجمع أصدقائها وأصحابها وهو مسؤول لهم الأجر إن شاء الله فينا ما ضاع مال من الصدقة أمين أنا أقول لأخواننا الصوماليين اللي في الخارج وفي أي مكان أن تساعدونا يا أخوان والله حالنا والله حالنا صعب يا أخوان الأخت مريم الله يجزيك الخير يا أخي مريم أمين. الله يجزيك الخير بارك الله فيك أمين أمين وأسأل الله أمين وكل من ساهم هذا الفلوس وكل من ساهم في هذا المال بارك الله فيكم والله يستر عليكم والله يرزقكم إن شاء الله أمين أمين الله يجزيكم الخير يا رب أمين الله يستر عليكم مركز توحد همون وقبتيل موغال كينا أننكونا مركز توحان إذين هيدنا تحقلين قالي هو مع ميشا كاما مارانو مركز توحان هموجيسين مع ميشا كاما مارانو مركز توحان هموجيسين مع ميشا كاما مارانو مركز توحان هموجيسين